في وقت فتح فيه جيش الاحتلال النيران لتلتهم أجساد أبرياء أطفالاً ونساءً وشيوخاً داخل قطاع محاصر منذ 7 أشهر، تنحت الإنسانية جانباً وحاول زعماء القارة العجوز والمتحدثين باسم الإنسانية في العالم إغماض الأعين عن جرائم تعرف في الأعراف والقوانين الدولية بالإبادة الجماعية. وعندما توحش العدوان على مرأى ومسمع من الدول الداعمة لجرائم الاحتلال، طالب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بضرورة إحياء بعثته للمساعدة الحدودية التي تعرف باسم يوباما في رفح والمتوقفة عن العمل منذ عام 2007 حين سيطرت الفصائل الفلسطينية على غزة بالكامل. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اتهم حكومة بنيامين نتنياهو بتجاهل محكمة العدل الدولية والمضي قدماً في العدوان العسكري على جنوب غزة، مؤكداً أن الاتهامات الإسرائيلية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بمعاداة السامية غير مقبولة على الإطلاق. وفي خطوة جديدة تضع إسرائيل أمام خيباتها، أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين بعد محاولات إسرائيلية دامت لسنوات طويلة لطمس الهوية الفلسطينية، ومعها بدأ جدار الرفض الأمريكي الإسرائيلي لحل القضية الفلسطينية يتآكل شيئا فشيئا. إذن للتاريخ صفحات لا تنسى ومواقف لا تمحى، ولكن ما زال الأمل موجوداً بإعادة الحقوق إلى أصحابها، ويظل التساؤل الأبرز: هل تنجح المهمة المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في التصدي للعدوان الإسرائيلي وأكاذيب نتنياهو بشأن الحرب على غزة؟